محافظة أسيوط واللي بتشهد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بيتم العمل عليها في 60 قرية جديدة، واللي هتشمل أعمال توصيل المياه ومد شبكات الصرف الصحي لخدمة كافة الأهالي. ده حقيقي. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط. صباح الخير أستاذ علي. صباح الخير دكتور محمد. دكتور محمد معايا مش كده؟ صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. عايزين في البدايه نتعرف من حضرتك كده على الاعمال المقرر استهدافها وتدشينها ضمن المرحله الثانيه لمبادره حياه كريمه في قطاع الصرف الصحي. اولا يعني طبعا انا سعيد جدا اني موجود معكم في هذا البرنامج المحبوب لدى جميع المصريين، وانا احب اقتنص الاول الفرصه ان انا اهني جميع الشعب المصري بهذه الايام المباركه من شهر رجب، واهني الاخوه المسيحيين باعيادهم. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا باذن الله. لو اتكلمنا على حياه كريمه، مبادره معالي الرئيس، طبعا هذه المبادره العظيمه هي استهدفت طبقه معينه من الشعب المصري، الطبقه اللي هي نقدر نقول ان هي كانت منسيه، واللي هي كانت محرومة من أبسط الحقوق، كانت محرومة من المرافق المهمة جدا اللي هي زي الصرف الصحي، المية، الغاز، الكهرباء، المدارس، مراكز الشباب، وغيره وغيره وغيره. ودخلت حياة كريمة في هذه القرى وغيرت الحال إلى أحسن حال. الحمد لله. طبعا احنا بالنسبة لمحافظة أسيوط، هتكلم على أسيوط بقى بالذات، يعني احنا عندنا 11 مركز في اسيوط. دخل حياه كريمه الاولى، دخل سبع مراكز بواقع 149 قريه. يعني تخيل طبعا الرقم كبير جدا جدا، يعني 149 قريه وباقي اربع مراكز. في مركزين داخلين ان شاء الله مرحله ثانيه اللي هو مركز اسيوط والقصيه. طبعا المرحله الاولى كان مجهود كبير جدا، لازم انا مش هقدر اتكلم على المرحله الثانيه من غير ما اتكلم نبذه كده على المرحله الاولى. مجهود بذل، يعني حضرتك لا تتخيل المجهود اللي بذل في المرحله الاولى، وخاصه ان محافظه اسيوط كان لها الحظ الاكبر في هذه المبادره حياه كريمه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. يعني حضرتك بتتكلم في سبع مراكز و149 قريه تقريبا. مراكز بواقع 149 قريه. طيب احنا بنتكلم عن المرحله الثانيه، هيكون في مركزين جداد هيتم ضمهم للسبع مراكز اللي تم طبعا العمل عليهم في المرحله الاولى. حابين نعرف من حضرتك امتى هيتم البدء الفعلي بقى في المرحله الثانيه. هي طبعا احنا بصدد حاليا الانتهاء من المرحله الاولى، وبدأنا نطرح أعمال الاستشارة في المرحلة الثانية، والشاريين بدأوا بالفعل، وإحنا حاليا بصدد الأعمال التمهيدية لبدء الأعمال. طبعا شغال دلوقتي الاستشاري على مستوى جمهورية مصر العربية، وهم تقريبا خلصوا الدراسات بتاعتهم. في مثلا محطات هتنشأ، بناخد الأرض بتاعتها وبنخصصها وبنجهزها، وطبعا في دراسات جي اي اس، قطاع التخطيط والمشروعات مع بعضهم. في شغل كتير قوي 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 بيتعمل قبل بدء الاعمال. احنا ان شاء الله قربنا نخلص هذه الاعمال، وبعد كده على طول هنبدا فعلي في الاعمال. طيب باشمهندس علي، عايز اسال حضرتك يعني على اي معيار وعلى اي اساس بيتم تحديد القرى والنجوع والمناطق اللي هيتم ادراجها ضمن خطه الاعمال؟ يعني ايه اللي يخليني اقول انا هبتدي اشتغل في القريه دي وما اشتغلش في القريه الثانيه؟ طيب انا هدي لحضرتك مثال بس، نمسك الصرف الصحي. احنا عندنا شركه اسيوط او محافظه اسيوط كانت مخدومه بنسبه 24% فقط صرف صحي، 24%. فمعظم المحافظه كان غير مخدوم بالصرف الصحي، فاحنا طبعا عارفين القرى اللي هي مش مخدومه بالصرف الصحي مثلا يعني، وبدانا نحط القرى اللي هي محتاجه اعمال صرف صحي، ميه، شبكات. في طبعا برضه قرى بتبقى محتاجه احلال وتجديد ضروري للشبكات، لان الشبكات القديمه بتساعد تبقى متهالكه وبتعمل مشاكل، المواسير بتضرب وحاجات زي كده. فاحنا بندرس الموضوع بالكامل مع قطاع التخطيط والمشروعات، وبنقعد مع بعضينا وبنحدد اي القرى اللي هي ليها اولويه في الدخول لحياه كريمه.
يعني مما لا شك فيه طبعا مجهود كبير، واحنا هنتابع لحظه بلحظه اكيد اللي هيحصل في المرحله الثانيه والمركزين الجداد اللي هيتم طبعا ادراجهم تحت المرحله الثانيه من حياه كريمه. بنشكرك المهندس علي الشرقاوي رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه اسيوط.